علي جدو عن منظمة اليمامة البيضاء. وقفتنا اليوم اخترنا لها اسم لقد أو بلغ السيل الزوبة. بلغ السيل الزوبة لأن مغاربة العالم محرومون من حقوقهم الدستورية كاملة، وكيتعتبروا بأن هناك مس في الكرامة ديالهم، لأنهم عندهم حق واحد وهو يجلبوا العملة الصعبة ويكونوا هما العماد ديال الاقتصاد الوطني باش كنا نعيشوا في واحد الرفاهية في المغرب على ظهر هذه الجالية هذه. جينا اليوم أمام هذا المجلس الموقر لأن في التعيين ديالو كان طلب صاحب الجلالة نصره الله على أنهم يوجدوا له الأرضية في ظرف 4 سنين باش يمشي هذا المجلس باش يعطي الآراء الاستشارية ويزيد منظومة مغاربة العالم، إلا أن دستور 2011 استغلوه باش يبقيوا على عدة أشياء اللي فيها فساد واللي تبين في الآونة الأخيرة ما يزيد على 17 سنة. صاحب الجلالة نصره الله واللي كتعتبر الجالية غالية على القلب ديالو ما فاتئ منذ خطاب 2005 ديال المسيرة، وتأكيد رغبة جلالته في ذكرى ثورة الملك والشعب في 2012 على إشراك الجالية المغربية في التسيير ديال على التمثيليه في البرلمانيين والتسيير ديال المجالس الدستوريه. الخطاب الاخير ديالو في 2022 في ذكرى ثوره الملك والشعب اعتبرناها حنايا ثوره الملك والجاليه ديالو، لانه وصل يعطي ويدق ناقوس انذار للمسؤولين على مؤسسه الهجره على انهم يشوفوا هذا الحق الدستوري ديال المغاربة العالم، وخصص واحد الحيز كبير في الخطاب ديالو، ولكن بقيت دار لقمال على حالها، واللي غادي تبين من بعد على ان مسؤولين داخل هذا المجلس كتشوب حولهم شبهات خطيره جدا، واللي هناك جرائم أخرى عابرة للقارات لنفس المسؤول بين قوسين، لأننا نحترم القضاء ونحترم سرية البحث، فنفس المسؤول عنده ملف أخطر من ذلك منذ سنة 2015، وعنده ملف أمام القضاء الإسباني ومتورط مع رجل مخابرات في المغرب، رجل عنتري، رجل أساء إلى المملكة. قضية البرلمان الأوروبي بما يسمى بقطر جايت، ذكر باسمه وصفته في قضية إيغوالادا وهذا يسيء إلى المملكة، له ملفات أمام القضاء الفرنسي وهذا كيمس. هنا يطرح التساؤل، احنا باش تكون بلادنا في صحة جيدة خصنا نقولوا الحقيقة للمسؤولين ديالنا. فهاد الجهاز اللي تيخدم فيه راه ما يمكنش يكونوا فيه الصالحين، راه فيه الصالح والطالح في جميع الأجهزة الأمنية وفي جميع المؤسسات، فسيدنا الله ينصرو ما غاديش يبقى تابع الطالحين، خصو اللي يدفع معاه العجلة الكبيرة ديال المغرب الغد. فلهذا خص هذا المسؤول المدعى 118 يوقف عند حدو، فهمتيني؟ لأنه مهدد مواطن قال له أنا ريفي غندخل فيك، والملف ديالو عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وملي كان الرميد هو رئيس النيابة العامة قبل ما تولي النيابة العامة مستقلة، الملف ديال هاد الجريمة هادي ديال أنا ريفي غادي ندخل فيك ما كتقالش. أنا ما بغيتش نتيب نعارات قبلية ولا سميتو، ولكن مسؤول بهذا الشكل اللي تيقول هذا الشيء راه خطير، وهو الام 118. الغريب في الامر هو ان هذا الام 118 ما كانش كيخرج من هذه الدار هذه. اذا السؤال المطروح، ما هي علاقه الام 118 بصاحبنا الذي يجري ملفه الان امام القضاء؟ اذن اذا كانت هذه الدار هذه ديال الجاليه التي تشوب حولها جرائم واللي جثمت على صدور مغاربة العالم لأكثر من 17 سنة، فاحنا جينا اليوم كنستغلوا
فرصة ولائنا وإخلاصنا للسدة العالية بالله في ربع قرن من الأنوار لهذه المملكة، هذه من ربع قرن من الحكم ديال صاحب الجلالة ومتربوا على 10,000 المائل لتجديد البيعة بهذه المناسبة، واللي تنقول له من خلالها بغينا واحد تدخل سديد وحكيم ديال جلالتكم لإنصاف مغاربة العالم. الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معكم البكري محمد المختار المنسق العام لرابطة تضامن الجمعيات المغربية بهولندا. الوقفة ديالنا أمام مجلس الجالية لمطالب لربط الجسور للجيل الثاني والثالث مع المملكة المغربية الشريفة. نحن نطالب الحكومة الحالية كما طلبنا الحكومات المتعاقبة على تنزيل الفصول الدستورية التي تخول لمغاربة العالم المشاركة السياسية بالتصويت والترشيح بلاد الاستضافة. أولا، هذا المجلس بالنسبة إلى مغاربة العالم فهو مجلس منتهي الصلاحية على أن لم يجتمع ولا مرة واحدة، فلهذا نطالب من السدة العالية بالله تحكيم ملكي لإعادة النظر في هذا المجلس. وشكرا لكم. بوش مصطفى، رئيس جمعية مغاربة العالم سابقا. نحن كجالية جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وكما أود أن أشير بشيء لا بد من ذكره، بأن هناك تحسن كبير في القنصليات المغربية خارج أرض الوطن بفرنسا، وكذلك تحسن كبير في عملية العبور. وإن دل هذا الشيء فإنما يدل على الولاية، على كل ما يقوم به صاحب الجلالة نصره الله لأفراد الجالية. جينا بهذه الوقفة هذه لما تتعرض له أفراد الجالية منذ 17 سنة تقريبا بعدم العناية بالمجلس. يجب إعادة النظر في هذا المجلس هذا، ويجب تقريب إدارة المجلس من أفراد الجالية، لأن هناك عدد من أفراد الجالية الآن ما عندهم واحد نظرة سيئة على المجلس. يجب إعادة النظر في تركيبة هذا المجلس حتى نكون في حسن المستوى على الصعيد الوطني والخارجي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.